رمضان في البلدان، رمضان في البلدان. أهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان. أصدقائي الصغار، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رمضان في البلدان. يتميز شهر رمضان المبارك في لبنان بعادات وتقاليد دينية واجتماعية وثقافية تكاد تكون موجودة بين مختلف المناطق اللبنانية. فمثلا من قديم عادات بيروت الإسلامية الجذور استبانة، أي مراقبة هلال كل شهر عربي، وأهمها استبانة هلال رمضان. لماذا؟ لأهميته. وساد عند العامة وكذلك عند بعض الخاصة استخدام لفظ سبانة رمضان، حيث كان البيروتيون كما غيرهم من أهل المدن الكبار ينتشرون على شواطئ بيروت في 29 من شهر شعبان بهدف مراقبة هلال شهر رمضان المبارك، وكانوا يحملون معهم إلى شواطئ الأوزاع والرمل البيضاء والروشة والمنارة والصنطية بعض الأطعمة، لأنهم كانوا يقضون ساعات طويلة قبل المغيب انتظاراً واحتفاءً بالاستبانة وبقدوم شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن الكريم. ومتى ثبت للقاضي الشرعي رؤية هلال رمضان يتم إعلان بدء شهر الصوم، وتطلق المدافع من على سراي بيروت الكبير، وتكون أيضاً مساجد وزوايا بيروت مزدانة بالأعلام وغيرها من اللافتات التي تعلوها الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة التي تتعلق بشهر رمضان المبارك والاستعداد للآخرة، كما تزدان شوارع بيروت والساحات احتفالاً بقدوم الشهر الكريم. شكراً لمتابعتكم، إلى اللقاء. رمضان في